إذن بعد افتتاح السوق النموذجي سوق الخير، إذن غتبقاو معنا باش غنقل لكم الأجواء. إذن كما كتشاهدوا معنا فالسوق فهو مكتظ بالزوار. إذن غادي ننتقلوا معكم لهذا الجناح. إذن مشاهدينا الكرام فهو سوق كبير جدا. السلام عليكم. السلام. كيداير مع الصحاب؟ بخير اخويا. بخير. كيداير السوق؟ كيف كيف؟ دابا يلاه راه الوقت اليوم الحمد لله، اللهم لك الحمد. كاين شي رواج؟ الحمد لله شويه، الحمد لله حنا فرحانين بهذه المبادره اللي عطانا سيدي الحمد لله. اه سيدي مبروك عليكم. الله يبارك فيك. سوق جميل صراحة. إذا كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا الكرام. اه. إذا عند الشيط مي حكيم. اه مرحبا. كاع الكريم هذا اخ من المستفيدين اللي استفادوا هنا. هنا كاين الهواتف وهنا كاين الملابس. الملابس هنا. اصحاب مأكولات خفيفة. السلام عليكم. كي دايروا؟ بخير لاباس؟ كي داير الوقت عندكم هنا؟ بخير وعلى خير الحمد لله، حمدناك ربي وشكرناك. تنشكروا صاحب الجلالة بزاف بزاف، والناس مسؤولين، الناس مسؤولين، والناس اللي عطاونا المبادرة الله يخليهم لينا، الناس مسؤولين، تهضر على الناس اللي تيخدموا. ماشي الناس اللي راه بنادم اللي يكمل من دماغه. وتنشكروكم وتنشكروا السلطات المحليه وتنشكروا كل شيء، وتنطلبوا من السكينه الا بغاو هذا المشروع يخدم راه خاص السكينه تجي، فهمتي؟ خاص السكينه تجي. وشكرا اخويا الله يسهل. الله يعاونكم. اذا كما شفنا مشاهدينا الكرام في هذا الجناح كما كتشاهدوا ها هو، اذا فهو مخصص للهواتف وبيع الملابس. اذا معنا تفضل وناخذوا واحد الارتسام ديال احد المواطنين. السلام عليكم. كيفاش راك السوق هذا بفتح ديال الفتح خير؟ التعاون ديالكم مزيان؟ اه شي زين الحمد لله. مزيان. اول مره دخلتي لي ولا؟ اول مره دخلت لي. امور مزيانه الحمد لله. الله يبارك فيك. اذا الله يعاون. اذا هذا احد الزوار ديال السوق هنا. هنا كل شيء هذو الفراشه ديال الشارع الرباط وديال الشرقيط وديال سيدي عبد الكريم وحي السلام. حي السلام سيدي عبد الكريم وحي السلام. إذا كنشوفوا السوق أنه عامر، يعني كاين رواج كاين إقبال. إذا نقدر نقول بأنه ناجح 100%. الحمد لله كاين واحد الرواج. السلام عليكم. إذا هنا السي عبد الجليل هنا الجناح ديال بيع الخضر. الجناح المخصص للفواكه. فواكه. فواكه هذا خليط ما بين الناس ديال الإخوان ديال البيادة والناس ديال الشنقيط وسيدي عبد الكريم، هذا خليط هنا في جميع الناس. كما تشوف باقي شي اماكن هي فارغه شويه، باقي اماكن فارغه ولكن كاين اقبال. كاين اقبال الحمد لله. انا كما شاهدين معنا السيره. اذا هذا هو هذا ديال البيع الفواكه. الفواكه الفواكه. اذا هذا ديال البيع الفواكه كما شاهدتم معنا السيره. اذا غنحاولوا ننتقلوا. اذا هذا ديال الخضر. هذا جناح اخر. السمك والتوابل في السمك والخضر وبيع الخضروات. اذا شحال فيه من الجناح؟ اربعه؟ فيه اربعه الاجنحه. اربعه الاجنحه على مساحه كبيره. كبير. اذا كاين حتى الخبز هنا. كاين الخبز هذا الخبز. سي محمد. سي محمد كي داير الامور عندك؟ السلام عليكم. شي كلمه؟ السلام عليكم. بعدا. السلام عليكم. الله يحفظك. الله يبارك فيك. نعم. اسالني يا خويا اسالني. انت من الفراشه اين؟ من جي يعني من الشرقيط. كي داير الامور هنا؟ كاين شي اقبال؟ كاين شي رواج؟ شويه 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 باقي شويه باقي. صرحنا صحاب الخبز شويه باقي عندنا. صحاب الخبز باقي شويه باقي. ونتمناو ان شاء الله بحول الله. كيبان لي راه كاين رواج. كاين بنات. كاين الخضره عندهم شويه الرواج. فهمتيني؟ حنا عندنا شويه باقي. والحمد لله الحمد لله. نتمناو الخير ان شاء الله. السلام عليكم. كيجاك السوق؟ ناخذ رطيف السوق مال ديالك. كيجاك السوق؟ مزيان. مزيان؟ انت الساكنة ديال الساكنة ديال البياضة؟ كي السوق مزيان؟ مزيان. اه منظم. منظم؟ منظم. شكرا. إذا كثر راسك.
اذا مازال اماكن خاويه لا كما كتشوفوا اذا مشاهدينا الكرام كما كتشاهدوا معنا فكاين رواج هنا في السوق اذا السوق نقدروا نقولوا بانه ناجح 100% السي هشام هذا من الاخوان السلام عليكم كيف داير الامور الحمد لله هاك خويا داكشي زين كيف داير الامور عندكم الحمد لله السلام عليكم الله ينصر سيدنا الله يخلي لينا والله يطول لنا عمره انت من الخداره ديال اش من بلاصه جيتو انا من الخداره ديال شنقير بخير وعلى خير استفتونا بخير وعلى خير كيف داير الله ينصر السلطان كاين رواج الله يخليهم لينا الحمد لله الله يجعل البركه اللهم لك الحمد الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا شكرا شكرا السلام عليكم لا تهلا من الناس الاستاذ ثاني غنجه السلام عليكم كيدير الوقت عندكم ناشطين امور بخير كيبيا السوق عندكم زين هذا انا اذا حنا الان بسوق الخضر كما كتشاهدوا معنا غادي ننتقلوا للجناح مخصص للاسماك كلشي راه واش حركه كبيره يلا البداية هذه انت من الناس ديال شنقيط السوق ديال شنقيط امور هانيه بخير وعلى خير ايوا سيدي على سلامتك جوج ميميا كنشكركم انت هي كتبيع الميكا ياك شكرا انا كنبيع الميكا في شنقيط هذا السوق الجديد يدخل عندنا مبارك مسعود الحمد لله ماشي بماشي غزية كنشكركم وبنسى سيدنا الله يعاونك الله يعاونك ثبات ربي اذا السلام عليكم كي داير القضيه كي داير القضيه كاين شي رواج الحمد لله شويه الحمد لله شويه اللهم لك الحمد انتوما من الناس ديال شنقيط الحمد لله الناس ديال شنقيط امور هانيه كلشي بخير الله يعاونكم الله يعزك ليا تم الساكنه ديال المنطقه سيدي مزيان شد شد واحد الدقيقه الله يعزك نشكر هاد الناس يتابعوا هاد النظافه ويتابعوا هاد المعلومات اللي كيعطيو الناس ويكونوا فاهمين مع بعضياتهم والحمد لله المغرب مزيان الله ينصر سيدنا انت من الساكنه ديال اش من المنطقه؟ انا الساكنه ديال جناش قوري جناش قوري جيتي كتجي لهذا السوق هذا؟ لهذا السوق اسيدي عجبني وكنشوف تابعوا النهار اللي بدا غادي في النمو الحمد لله الناس بدات كتفهم ما هو السوق شكرا 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 اذا المشاهدين الكرام كيف كتشاهدوا معنا في الصوره هناك اقبال على هذا السوق هذا اذا اذا المشاهدين الكرام متتبعي قناه اسفي جنوب لازلنا معكم في هذا البث المباشر من سوق الخير اذا كما كتشاهدوا معنا اذا اقبال قل نظيره اذا من الساكنه ديال بديت اسفي على هذا السوق النموذجي السوق اللي لحد الساعه فهو كيعرف اقبال مكثف نقدروا نقولوا انه ناجح بنسبه 100% هذا الاقبال على هذا السوق Thank you.